برلمان مع محاسبين معتمدين، صيادلة، أطباء، أطباء أسنان ومبصريين، كنددوا بالمقتضيات الجديدة لمشروع قانون المالية اللي كيضرب في عرض الحائط أسس الدولة الاجتماعية اللي كتنادي بها الحكومة، واللي كيسعى إلى تفقير المواطن الطبقة المتوسطة وإقبار الطبقة الفقيرة عن طريق رفع ومضاعفة الضريبة على المقاولات الصغرى من 10 إلى 20%، وكذلك تخفيض الضريبة بالنسبة للمقاولات الكبرى اللي هي تغتني والفقير يفتقر حاليا. هذه المقاولات كلها سخطو الصغيرة منها تعاني جدا من 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 جائحة كورونا ومتداعيات الجائحة، فهل يعقل أنه هذا يكون توقيت أننا نراجع ضرائب ونرفعوا من الضرائب؟ اليوم كأطباء القطاع الخاص عامون واختصاصيون من أجل أول شيء من أجل المواطن المغربي، من أجل حقوق المواطن المغربي في الصحة. ما سوف يقع في 2023 والضريبة سوف تكون من المنبع، بمعنى أن الضريبة لن تحسب علينا قطاعات ومصاريف التي ستكون في كل عيادة. هذه الضريبة أو الضربة القاضية للعيادات ستكون ضربة قاضية من أجل على المواطن كذلك، فأي زيادة في الضريبة فهي ستكون كذلك على المواطن. نحن كمواطنون مغاربة نقف خلف جلالة الملك في نظرته من أجل التغطية الصحية العامة، وبهكذا نطلب أن يتم مساعدتنا من أجل أن نوقف هذا الورش على رجليه وأن نستمر فيه. لذلك فإن الضريبة من المنبع هي ضربة قاضية لكل عيادات الطب الخاص، سواء الطب العام أو الطب الاختصاصي، لأنه لا يحتسب لا السمات الكرائية، لا الكرا، لا المصاريف ديال السكرتير، لا مصاريف لو كونسومابل اللي هو ما يتم العمل به، وهذه ضريبة غير منصفة في حق الأطباء اللي وقفنا أيام كورونا من أجل المواطن، ولا نزال سنقف من أجل المواطن ومن أجل الوطن ومن أجل أن نبقى يدا واحدة على إنجاح كما قلت التغطية الصحية، لأجل تكون هناك عدالة اجتماعية، ونحن هنا نقف من أجل العدالة الضريبية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.